السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشاركين الحاليين والمشاركين المحتملين الجدد. نواصل مواضعنا فيما يتعلق بمادة القانون البنكي، وسنعرض في حصتنا هذه إيداع النقود أو ما يسمى بالوديعة النقدية. كاين إيداع أيضا، هناك إيداع السندات اللي غنشوفو من بعد، ولكن غنشوفو دابا إيداع النقود، ما يعرف بالوديعة النقدية. وكي تعتبر الإيداع من أهم العمليات التي تقوم بها البنوك وشركات التمويل، إن لم نقل أنه أساس هذه العمليات، فبتلقي البنوك الأموال من الجمهور على سبيل الإيداع يتمكن من منح الاعتماد. والإيداع أو الوديعة البنكية أو المصرفية كما يطلق عليها في المشرق، هو عقد يودع بمقتضاه أموالا أو أوراقا مالية أو سندات لدى شخص آخر، على أن يلتزم هذا الأخير بردها عند الطلب أو عند انتهاء المدة المحددة في العقد، طبقا لشروط يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وقد نظم المشرع المغربي عقد الإيداع أي الوديعة النقدية في كل من قانون الالتزامات والعقود، وذلك في القسم الرابع الخاص بالوديعة والحراسة من الكتاب الثاني 781 إلى مادة 828. كما نظم المشرع المغربي عقد الإيداع في مدونة التجارة لسنة 1996، وذلك في الكتاب الرابع من قسمه السابع المتعلق بالعقود البنكية من 509 إلى 518. أيضا هناك ظهير 34.03 الصادر في 14 فبراير 2006، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والملغى لظهير 1993، إضافة إلى نصوص أخرى غنعرفوها في حينها. وبما أن لكل من عقد الإيداع النقود وبما أن لكل من عقد إيداع النقود وإيداع السندات خصوصيته ومميزاته، فغنقسمو في هذه الحصة نشوفو أولا مفهوم إيداع النقود بما يعرف بالوديعة النقدية، إلى أن نرى في حصص مقبلة إيداع السندات. وقد تعرض المشرع المغربي لتعريف عقد الوديعة النقدية في كل من الفصل 781 من قانون الالتزامات والعقود، بقوله أن مدونة التجارة فقد عرفته في المادة 509 بقولها: عقد إيداع النقود هو العقد الذي يودع بموجبه شخص نقودا كيفما كانت وسيلة الإيداع لدى مؤسسة بنكية، يكون لها الحق في التصرف فيها لحسابها الخاص مع التزامها بردها حسب الشروط المنصوص عليها في العقد. كما تنص المادة 2 من القانون 34.03 على أنه تعتبر أموالا متلقات من الجمهور الأموال التي يتسلمها شخص من الغير على سبيل الوديعة أو غير ذلك، ويحق له التصرف فيها لحسابه الخاص على أساس الالتزام بإرجاعها لأصحابها. ومن هذا المنطلق يمكن أن نعرف عقد الوديعة النقدية بأنها عقد يحمل شخص المودع. من هذا المنطلق يمكن أن نعرف عقد الوديعة النقدية بأنها عقد يحمل شخص المودع مالا نقودا ويسلمه لشخص آخر الوديع بشروط متفق عليها في العقد، يلتزم هذا الأخير بردها له بعينها.
كما يمكن أن نعرف بأنها النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد هذا الأخير بردها أو برد مبلغ مساوي لها إليهم أو لشخص آخر معين عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، ويكون البنك الحق في التصرف فيها لحسابه الخاص، ويكون للبنك الحق في التصرف فيها لحسابه الخاص. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض، ولا بأس أن نعيد أهم المفاهيم التي تطرقنا إليها. وبشكل خاص هذا تعريف لإيداع النقود وما يعرف بالوديعة النقدية، وقلنا أنه هذا الإيداع هو تعتبر من أهم العمليات التي تقوم بها البنوك وشركات التمويل، إن لم نقل أنه أساس هذه العمليات. فبتلقي البنوك الأموال من الجمهور على سبيل الإيداع يتمكن من منح الاعتماد. والإيداع أو الوديعة البنكية أو المصرفية كما يطلق عليها في المشرق هو عقد يودع بمقتضاه أموالا أو أوراقا مالية أو سندات لدى شخص آخر على أن يلتزم هذا الأخير بردها عند الطلب أو عند انتهاء المدة المحددة في العقد طبقا لشروط يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وقلنا أنها تعرض ونظم المشرع المغربي هذا عقد الإيداع أو الوديعة النقدية في كل من قانون الالتزامات والعقود، وذلك في القسم الرابع الخاص بالوديعة والحراسة من الكتاب الثاني من 781 إلى المادة 128. كما نظمه المشرع المغربي في مدونة التجارة لسنة 1996، وذلك في الكتاب الرابع في قسمه السابع المتعلق بالعقود البنكية من 509 إلى المادة 518. أيضا ظهير 34.03 الصادر في 14 فبراير 2006 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والملغي لظهير 1993 إضافة إلى نصوص أخرى. كما قلنا أنه تعرض المشرع المغربي لتعريف عقد الوديعة النقدية في كل من الفصل 781 في قانون الالتزامات والعقود، وكذلك أن عقد الوديعة النقدية بأن عقد يحمل شخص المودع مالا نقودا ويسلم لشخص آخر يسمى الوديع بشروط متفق عليها في العقد، ويلتزم هذا أخي برد له عينها. كما يمكن أن نعرفها بأنها النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد هذا الأخير بردها أو برد مبلغ مساوي لها إليهم أو لشخص آخر معين عند الطلب أو الشروط المتفق عليها، ويكون للبنك الحق في التصرف فيها لحسابه الخاص. إذا إلى هذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض. لا يبقى لي إلا أن أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، وبالله التوفيق والنجاح.